بالحبر الجديد من الميادين في الصحف والمواقع شبح طائفي يرفرف فوق الثورة القضائية نقرأ في دعوات أحرنوت الإسرائيلية ومع يني شفقة تركيا نسأل هل تبدأ تركيا قرنها الجديد بالانسياق وراء الغرب؟ ومن أبرز عناوين الفاينانشال تايمز الغيوم تتلبد حول دعم أوكرانيا فالحدث هذا اليوم رئيس الوزراء العراقي في دمشق على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية هي الأولى في نوعها منذ عام 2010 ماذا في الأهمية والدلالات؟ في جديد اليوم في الذكرى السابعة عشرة لانتصار تموز حزب الله يعرض شريطا يحاكي اقتحام موقع إسرائيلي والسيطرة عليه ومن ثم تدميره ونقرأ في الميادين نتلع علي ظافر أسباب الانهيار الاقتصادي ومآلات الغضب الشعبي في عدن وضيفنا اليوم من دمشق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى المقداد أهلا بكم شبح طائفي يرفرف فوق الثورة القضائية تحت هذا العنوان وفي مطلع الأسبوع الذي قيل أنه سيكون حاسما في إسرائيل نقرأ في يدعوت أحرنوت للكاتب جلعاد شربيت أن الجهاز القضائي يمثل في نظر الكثيرين مجموعة أشكنازية من أصحاب الحقوق الزائدة ويتابع بدا اننا في صراع مع اشباح فالحديث في الاغلب لا يركز على الحاضر ولا حتى على تفاصيل التغييرات المقترحه في الجهاز القضائي بل بالم قاس واحيانا مكبوت يبدو انه الان فقط يجد مكانه الشرعي في النطاق الاجتماعي والثقافي في اسرائيل ويرى انه هنا كمن الخطا او هنا من الخطا أو أنه هنا كمن الخطأ وتفويت الفرصة الكبير للعملية السياسية الحالية فالناس عانوا ولم يحصلوا على عمل لأنهم لم يكونوا من أحزاب السلطة ولم يشعروا بأنهم جزء شرعي من المشروع الإسرائيلي لكن في إسرائيل تصبح القصة الأهم والمحزنة لكثيرين أداة بيد ما يسعون إلى تحطيم ومناكفة جهاز القانون في إسرائيل متوقفا عند استغلال أحد الوزراء قصة إصابة أحد المتظاهرين لأهداف سياسية ويهاجم بواسطتها مؤسسات الدولة فيما هو يفكك نسيج الحياة الهش المتبقي نجدد الترحيب بكم الكاتب والمحلل السياسي مصطفى المقداد وانت معنا من دمشق، اهلا ومرحبا بك في هذه الحلقه من بالحبر الجديد أهلاً ونبدا معك بطبيعه أهلاً الحال أهلاً بك. اهلا بك، بما يجري في اسرائيل مع حدود خطوره هذا المشهد، مشهد الاحتجاجات الاسرائيليه الداخلي، وهل تكمن العقده في موضوع التعديلات القضائيه ام تتعداها لازمه اكبر واعمق؟ دون ادنى شك يتعداها لابعاد كثيره فالوضع في داخل الكيان المؤقت هش ومتلاشي وهو ينذر بهذه النهايه وربما التوصيف الكريم في القران الكريم انه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هو ادق ما ينطبق عليهم ويعكس حالهم، لكن ازمه التعديلات او المقترحات في التعديلات القضائيه هي الظاهره التي تطفو على السطح لتخفي الخلافات الموجوده ما بين الاطراف المتعدده والطوائف المتعدده ضمن الكيان المؤقت وعملية الاستغلال التي يستغلها الاشكناز كما أشار للكثيرين غيره وهنا تظهر التناقضات ضمن هذا الكيان المؤقت بين هذه الجماعات بأشكال تنذر بمظاهرات وتهديدات بمظاهرات لاحقة أكثر وأشد من ما حصل وما يحصل اليوم. يعني لدرجة أن سائقي التاكسي يهددون اليوم بمظاهرات قد تؤدي واضراب قد يؤدي الى شلل اكبر على مستوى البلاد فهذا الانعكاس للمكمون لا. الى الكامن الداخلي في هذا المجتمع غير المتوافق اصلا وغير الطبيعي لا. باعتباره وجودا اصلا طارئا وه... وغير طبيعي تعكسها يأتي... هذه الخلافات لا. تحت مسميات سياسيه وهنا ياتي السؤال الابرز يعني الى اي مدى تتحمل اسرائيل مثل هذا النسيج الهش الى اي مدى يمكن احتمال هذه الانقسامات ال ال في المجتمع الاسرائيلي ويعني كيف يمكن ان ينعكس على مستقبلها خاصه وانت كما ذكرت يعني هي تواجدت بظروف غير طبيعيه وهي يعني نعم. اصلا كيان غير طبيعي في المنطقه نعم يمكن هذا الامر اصبح وهما او حلما اقرب الى الوهم بالنسبه للكيان الصهيوني. اليوم كل المفكرين والكثير من القاده والسياسيين الصهاينه عموما يقولون ان هذا الكيان آيل الى الزوال بحكم هذه التناقضات لأنه كما قلت إنشاؤه أصلا ضمن هذه الأكاذيب هناك محاولات باستمرار يتم طرحها من قبل الساسة ويقدمونها لجمهورهم الانتخابي لكن إذا شفنا أنه خلال السنوات الأربعة الماضية سبع انتخابات للكنيسة تم إجراءها دون أن تنتهي هذه المشكلة فيما بين الحلفاء ومهما تحالفوا وأقاموا حكومات تحالف فيما بينهم صح. هذه الصورة تشير إلى أن الاتفاق فيما أعلى قلبك هذه الصورة تشير إلى أن التوافق النهائي غير حاصل ولا يمكن أن يستمر وهو سينهار ويتصدع أمام أي خلاف بسيط لا. ولاحظنا خلال الفتره الماضيه يعني المشاركه في اقتحام او اعتداء على مدينه او قريه فلسطينيه او ارسال قوات محدده او اشراك الجهاز امني قمعي محدد فيه كاد ان يؤدي الى مشكلات كبيره حتى فيما بين اعضاء الكبنة انفسهم مجلس الوزراء المصغر فما بالنسبه للحكومه مجتمعه والاحزاب التي تزداد تشددا يوما بعد اخر في حاله نعم. يسود فيها فكره التشدد والكراهيه على مستوى الكيان باكمله. نعم، ننتقل استاذ مصطفى مشاهدينا من اسرائيل الى منطقه الخليج التي يزورها الرئيس التركي في جوله يبداها اليوم من السعوديه، فهل تبدا تركيا قرنها الجديد بالانسياق وراء الغرب؟ تحت هذا العنوان يكتب نيدرت ارسنال في يني شفق ويقول ان تركيا الان هي من الدول المتوسطه الحجم ولديها القوه والقدره على خلق تاثيرا استراتيجيا وان عمليه التطور التي اوصلتها الى هذا الحال كانت ثنائيه الطرف حيث حصلت تطورات استثنائيه على الصعيد العالمي والتركي واستطاعت الحكومه الحاليه اغتنام هذه الفرصه كما راى ان هذا التغيير في القوى يؤثر على مناطق اخرى كالشرق الاوسط والعالم العربي وافريقيا ولا يمكن اداره ديناميكيات العالم المتعدد الاقطاب باستخدام معايير الحرب البارده ويخلص الى القول ان قررت تركيا موالاه احد الاطراف في العالم المتعدد الاقطاب او الانسياق وراءه فسوف تدفع ثمنا باهظا جدا على المدى المتوسط ويختتم قائلا ان هذه الخطوات التي تقوم بها تركيا والتي تعطي انطباعا بالانحياز الى الغرب انما قامت بها تركيا لاجل مصالحها لا لشيء اخر وليس لان المال مصدره الغرب بل لان طريقه يمر من هناك صد مصطفى يعني في أي سياق توضع هذه التحركات التركية المواقف الخارجية التركية فيما يبدو بأنه انحياز للغرب من جهة ومن جهة أخرى أيضا رئيس التركي يحاول مجددا التقرب أكثر من دول الخليج لعل الصورة الموجودة لدى كثير من الساسة وزعماء العالم عموما وليس العرب والمنطقه ان الحلول باكملها مفاتيحها موجوده في واشنطن وبيد الامريكا وفي ذلك وهم ربما كلمه وهم اليوم متكرره كثيرا في لقائنا هذا هذا من الوهم اضافه الى نقطه اساسيه هو ان هي ان تركيا اردوغان او اردوغان كشخص وكسياسي هو اكثر من يستغل الظروف والمتغيرات الدو كي يغير مواقفه ويحسبها بدقة كبيرة جدا لذلك شاهدناه على مدى السنوات العشر الماضية أو أكثر يتنقل ما بين ميول أكبر نحو روسيا أو بفترة أخرى إلى جانب الغرب و الولايات المتحده الامريكيه بشكل اساس وفي قمه الناتو الاخيره لاحظنا بعدها مطالبته المتجدده بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي كفكره ما زال يطالب فيها وهي فكره يعني اكاد احكم عليها جازما انها ضرب من المستحيل والخيال في الفتره القادمه ببساطة إذا أردت أن أتحدث اليوم المجتمعات حتي الأوروبية تتحول باتجاه التشدد والتعصب عموما وترفض الآخر كثيرا وخاصة التخوف من الإسلام بكل أشكاله أي أي شكل من أشكال الإسلام في وفي كل الدول الأوروبية اليوم هناك جماعات تزداد تطرفا وتعصبا ترفضها الفترة التي كانت خاصة يعني العقد الأخير من القرن العشرين عندما تم طرح فكرة الحوار ما بين الشعوب بشكل كبير جدا بعدها اتى اردوغان للدخول في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين وجوبه بشروط كثيره قبل حاله التشدد اليوم بكل الدول الاوروبيه قاطبه تكاد تكون هناك مجموعات تنمو وتكبر فيها معاداة للشرق عموما وللإسلام إذا كان في معاداة للشرق بما تمثل حتى الكنيسة الأرثوذكسية وروسيا وهذا التعصب الكبير اتجاهها فما بالك اليوم بالإسلام وأردوغان يطرح نفسه في جزء مما يطرح بأنه قائد للمجتمع الإسلامي السني الإسلام السني هو يصارع وينازع السعودية على القيادة بشكل ما لكنه في الوقت ذاته لا يترك فرصه الا ويستغلها نعم. يعني حتى اذا ذكرنا السعوديه في الفتره التي تازمت العلاقات ما بين الرياض وانقره نراه اليوم يبدا جولته الخليجيه الجديده من السعوديه نفسها لما للسعوديه اليوم من مكانه متقدمه وقياديه ليس فقط في منطقه الخليج انما في الاقليم عموما يعني هي خطوات تكتيكيه استراتيجيه استاذ هي سياسه المصالح المحكومه هذه الجملة أو هذه الكلمه الوحيده التي تحكم العلاقات ما بين دول العالم والحكومات بأكملها، المصالح بعيداً عنها إن كانت استراتيجيه لكنها في الظرف الراهن هي تكتيكيه، قد يكون الهدف الأكبر قطعاً الاستراتيجيه لا تغيب أبداً عن شخص مثل أردوغان وشخصية أردوغان بما يطمح من توسع وتأثير ولعب دور كبير. ربما يعني أنا أخالف الكاتب في بعض الشيء فيما ذهب إليه أنه هو يتخوف على تركيا في مواقفها وفي انحيازها كليا للغرب وقطعا أنا لا أريد أن تنحاز إلى الغرب لكن أردوغان في ألاعيبه باستمرار هو يحسن الدخول ويحسن الخروج ويحسن الخلاف حتى الآن فيها وللأسف حقق نتائج ايجابيه كبيره م. ومصالح لحزبه نعم. وحكومته على كل المستويات لذلك تجدين بالانتخابات الرئاسيه نعم. الاخيره الولايات المتحده الامريكيه اكيد ضده نعم. كانت بينما روسيا وايران نعم. وغيرها من الدول كانت تدعم نجاحه نعم. للاستمرار في المهمات القادمه وهو نعم. اليوم يقف في وجه روسيا مثلا نعم. في بعض النقاط فيما يتعلق بالموضوع الاوكراني اسمح لنا أن نقول بأن هذا التوازن الاستراتيجي الذي تسعى تركيا إلى اعتماده في سياستها الخارجية موجود أيضا في أوكرانيا ولكن بلغة الحرب فالغيوم تتلبد حول دعم أوكرانيا تحت هذا العنوان تلقي الفاينانشال تايمز الضوء على التوترات المتصاعدة في التحالف الغربي حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا وجرى التستر على هذه التوترات في بيان التسوية الذي جرى الاتفاق عليه في قمة فيلينيوس وترى صحيفة أن وعد الناتو لأوكرانيا قد لا يع يعني الكثير اذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه عام 2024 وعاد الجمهوريون الى السلطه. وفي استطلاع هو الاحدث للمفوضيه الاوروبيه رات الصحيفه ان الراي العام في الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دوله يؤيد الدعم لاوكرانيا ولكن اذا تعمقنا قليلا نجد ادله على دعم اقل قوه لاوكرانيا في سبع دول هي النمسا، وبلغاريا وقبرص وجمهوريه التشيك واليونان والمجر وسلوفاكيا، وفي سته من هذه البلدان كان اكثر من 50% من الذين جرى استطلاعهم ضد تمويل الدعم العسكري لاوكرانيا. استاذ مصطفى هنا لابد من السؤال يعني هذا الانقسام في الدول بين الدول الاوروبيه، كيف يمكن تصنيفه؟ كيف يمكن في اي سياق وضعه؟ خاصه عندما نتحدث عن دول ربما في وسط وشرق اوروبا مقابل اوروبا الغربيه. ببساطة يعني الشعوب تتلمس. مصالحها بشكل أساس والماكينة الإعلامية التي رافقت الحدث الأوكراني في الغرب كانت مو بس مؤثرة في الشارع وكانت ضاغطة على النخب السياسية والثقافية وحتى البرلمانات هذا الأمر إن بدأ اليوم بدأ يظهر في الساحة الأوروبية وخاصة في شرق أوروبا بعد قرابة سنة وأربعة أشهر من الحرب في أوكرانيا فإنما هو إظهار لما تحت الرماد أساسا صح هناك التحالفات ومصالح مشتركة أوروبا كلها مقطورة بالنسبة للغرب الأمريكي عموماً ولا تتغير عن ولا تخالفه أبداً لكن هذا الضرر الذي بدأ يصيب القارة الأوروبية بأكملها وهناك تخوف من الأيام القادمة حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخلاف في وجهات النظر في التعامل مع الشأن الأوكراني والحرب. مو وجود وهناك اكثر من وجهه نظر بشانها نستمر فيها او نتوقف وندخل في تفاوض ما لكن الفريق المسيطر اليوم هو الذي يدعم الحرب ويرسل القنابل العنقوديه ويجبر الدول الاوروبيه على تقديم هذه المساعدات وحرمان المواطن الأوروبي من عائدات الضرائب التي يدفعها هي تذهب و يعني اقل مفكر يدرك تماما انه لا يمكن هزيمه روسيا هذا الامر لم يحصل نعم. في التاريخ واليوم لا يمكن لروسيا رغم كل ما يتم الحديث عنه ورغم احيانا بعض الاختراقات والهجوم المعاكس الذي يتم الحديث عنه ويمكن يوم امس كان في كثير بروبوغاندا مو اعلام على بعض انجازات وتقدم للقوات الاوكرانيه في بعض النقاط لكن هناك تراجع في جبهات ومناطق اخرى م. وهذه هي يعني واقع لا. مفهوم في الحرب وماذا يعني من تراجع حقيقي لا. هذا الاختلاف اليوم في وجهات النظر وكما اشار اشرت بيان قمه فيلونس كانت كثير يعني فيها تعمية على حقيقة ما هو موجود وربما شكل زيلينسكي فيها كان يوحي تماما بما حصل وبالمعارضة الحقيقة وربما اللوم الكبير الذي كان يتعرض له من بعض الشخصيات طيب أستاذ مصطفى نعود إلى المنطقة إلى سوريا تحديدا حيث نقلت وكالة الأسوشيات بريس عن مسؤول أمريكي قوله أن التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران ودمشق للضغط على الولايات المتحده لمغادره سوريا يتنامى ولفت المسؤول الدفاعي الأمريكي الكبير إلى أن الولايات المتحدة تعزز استخدامها للطائرات المقاتلة حول مضيق هرمز الاستراتيجي لحماية السفن من عمليات الاستيلاء الإيرانية وفق تعبيره مضيفا أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا وسوريا عبر الشرق الأوسط وقال أن الولايات المتحدة تدرس عددا من الخيارات العسكرية لمواجهة روسيا في سوريا لكنه قال أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن أي منطقة وستواصل الطيران في الجزء الغربي من البلاد. استاذ مصطفى بالفعل يعني واشنطن يبدو أنها لن تتنازل عن أي من أماكن تواجدها في سوريا هي توسّع بالعكس نفوذها وحتى يعني المجموعات التي تدعمها واشنطن ما الذي يمكن أن يحصل لتخرج الولايات المتحدة من سوريا كيف يمكن أن تخرج من سوريا؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية أكيد لا تخرج من منطقة دخلتها إلا إذا خرجت مرغمة وهذا تاريخ الولايات المتحدة وحروبها التي خسرت فيها جميعا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم يعني مصيرها سيكون كذلك في سوريا باعتبار ان هذا التعاون الذي تتخوف منه الولايات المتحده الامريكيه سيعمل على دعم جانب اساسي وهو حق شرعي وقانوني في القانون الدولي وهو المقاومه الشعبيه الموجوده، وخلال الاشهر الماضيه والاسابيع الماضيه ثمه عمليات شعبيه، مقاومه شعبيه قامت بها مجموعات سوريه على بعض المواقع للقوات الأمريكية أزعجتها كثيرا وجعلتها تبدأ خطوة جديدة وعمليات جديدة من توسيع إطار عملياتها ودعم مجموعات مسلحة جديدة سواء كانت مجموعات سورية الحرة أو مغاوير الثورة وإقامة حتى مشاريع مشتركة معها والمد وحتى دعم قوات قسد وتحريكها من جديد لمحاولة نقل تجربة قسد الانفصالية إلى مناطق أخرى في سوريا وربما كان هناك في مرحلة سابقة تجربة فشلت تماما كان واضح أن التعاون الأمريكي التآمر بالأحرى الأمريكي القسدي لزيادة تخريب في سوريا في ظل حالة التفاهم وعوده الدوله لممارسه سلطالها او مد سلطتها على معظم الاراضي السوريه هذا الامر موجود لكن تبقى النقطه الاساسيه مرتبطه باعتقادي بدعم هذه المقاومه الشعبيه المقاومه الشعبيه خاصه في منطقه الجزيره والمناطق المحاذية أو الملاصقة لقوات الأمريكية الموجودة تعيش حالة من الغليان لكن الضغط المادي عموما وسلب الخيرات وسرقتها ربما هو عامل الضغط الأكبر على المواطنين. وإلا لكانت المقاومة الشعبية ازدادت قوة ومدى. وباعتقادي أن من واجب الحكومة السورية وحتى الحلفاء المشاركين نعم. في محاربة طيب. الإرهاب. دعم هذا الاتجاه وتمويله وأعداده نعم طيب استاذ مصطفي يعني حان الوقت ايضا لنتحدث عن سوريا من زوايا مختلفه في الحدث هذا اليوم نتحدث من سوريا ومن الزياره التي قصدها رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني علي راس وفد رفيع هي زيارة الأولى منذ أو في نوعها منذ عام 2010 السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري بشار الأسد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الصعد فماذا بين سطور الزيارة في التوقيت والأهمية والدلالات وهل من متضررين ولا سيما أنها تأتي بعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى بغداد تلبية لدعوة رسمية وما تلا وسبق ذلك من تعزيز للعلاقات بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة إلى الحدث هذا اليوم قبل مناقشة الحدث هذا اليوم ننتقل إلى الزميل محمد الخضر في دمشق أيضا وجولة على أبرز عناوين الصحف السورية الصادرة اليوم صباح الخير محمد مرحبا بك يارا في الواقع ابرز جل الصحف السوريه اليوم مباحثات الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما تضمنته من التاسيس لتعاون في مختلف المجالات، كما تناولت تكرار حوادث الحرائق في الساحل السوري ومدينه دمشق القديمه، ونبدا جولتنا مع صحيفه الوطن التي عنونت بحثات تعزيز التعاون التجاري والنقل والصناعه والتنسيق في القضايا السياسيه ومكافحه الارهاب، الرئيس الاسد الزياره فرصه لبناء علاقه مؤسسيه مؤسسيه وتحقيق قفزه كبيره في التعاون الثنائي. السوداني سوريا لها مكانه خاصه في قلوب كل العراقيين، وهم يعتزون بصمود شعبها ومن عناوين صحيفه الثوره مجلس الشعب تقرير البرلمان الأوروبي عن تأثير التدابير القسرية على سوريا تشويه للواقع والحقائق وعن حوادث الحرائق في الساحل السوري عنونت صحيفة الوحدة اجتماع لتنظيم عملية مواجهة أي حرائق محتملة في المناطق السكنية والصناعية والزراعية وبدورها صحيفة تشرين كتبت قمة فيلينيوس أردوغان يعود إلى جلده ونتائج الحسابات الخاطئة ليست بعيدة أما في مقالنا لل اليوم فنعود الى صحيفه الثوره وهذا المقال الافتتاحي للكاتب احمد حماده تحت عنوان ما ينفع سوريا والعراق ومن ابرز مقتطفات هذا المقال الذي تناول زياره السوداني الى دمشق نقره ان هذا اللقاء يؤكد ان رؤيه سوريا والعراق لمواجهه التحديات المشتركه هي رؤيه واحده ولنا عبر التاريخ القريب والبعيد اكثر من مثال بدءا من الاحتلال الامريكي وانتهاء بمحاربه الارهاب واضاف حين تتوحد اراده شعبينا يمكن مواجهه جميع المخاطر وحين تلتقي القيادتان تكون الفرص اوسع واشمل واعم امام العاصمتين لبناء علاقه مؤسسيه وتحقيق قفزه كبيره في التعاون الاقتصادي وراى الكاتب في كلام الرئيس الاسد ترسيخا لاهميه الزياره في اتجاه القيام بخطوات عمليه لتعزيز العلاقات التاريخية. الثنائية ولا سيما في ظل الظروف الدولية المعقدة والدقيقة والتي تستدعي مناقشة الوضع العربي الإيجابي بشكل نسبي وليس بالمطلق وضرورة الاستفادة من ذلك لتعزيز العلاقات العربية العربية وتستدعي أيضا أن تكون العلاقات الاقتصادية بيننا محور المباحثات اللاحقة بينما ينعكس على البلدين بما ينعكس على البلدين ويخفف من الحصار المفروض على سوريا عودة إليك شكرا لك على هذه الجولة محمد ولكن لابد من السؤال عن المشهد اليوم في شرق الفرات كيف يبدو المشهد هناك لاسيما في ظل نقل التحالف الدولي لتعزيزات إلى خطوط التماس مع الجيش السوري ومع حلفائه يرى إضافة إلى هذا التوتير الكبير الذي تقوم به القوات الأمريكية وقوات التحالف بشكل أوسع هناك أيضا تصريحات عسكرية سربت وكما ذكرت في مقدمة هذا البرنامج عن المونيتور وأسجد بريس تحدث فيها قائد عسكري كبير في البنتاغون عن أن هناك يقومون بدراسة احتمالات الرد على ما سموه التضييق الروسي للطيران الأمريكي فوق الأجواء السورية هناك تحشيد على الأرض في الواقع يتحدث به في المناطق والقرى وحتى في موقعين، موقع اساسي لقاعده امريكيه في حقل العمر وفي حقل كونيكو للغاز، حيث تقوم القوات الامريكيه باستنفار عناصرها وحتى عناصر اخرى من قوات قصد في محاوله ربما للضغط النفسي حتى الان اكثر منه تحركات بمعنى استهدافات مباشره، هذه التحركات تاتي مباشره مقابل وحدات الجيش السوري والقوات الحليفه له على الجزء الاخر من نهر الفرات. كل الشكر لك محمد. الخضر على كل هذه المعلومات وعلى جولتك أيضا على الصحف السورية ومن جديد إليك أستاذ مصطفى المقداد وانطلاقا مما خلص إليه زميل محمد الخطر لابد من السؤال عن يعني دلالات هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى سوريا في هذا التوقيت الذي يزداد فيه التحشيد الأمريكي في منطقة شرق الفرات لزياره رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لدمشق اهميه كبيره ليس فقط من حيث التوقيت انما لتاريخ هذه العلاقه الطويله لكن من حيث التوقيت هي ذات اهميه كبيره باعتبار ان العراق وسوريا وروسيا وايران يزيدون اليوم من تعاونهم في مكافحه الارهاب هناك غرفه عمليات سابقا تم العمل على انشائها في بغداد اليوم باعتقادي هناك تطوير وتحفيز لعمل هذه الغرفه امام التحديات الموجوده باعتبار ان الارهاب اصلا هو يتهدد المنطقه باكملها والعراق سبق له وذاق ويلات هذا الارهاب قبل سوريا لكنه كان اشد فتكا ووضوحا في سوريا لذلك وما بين البلدين من شراكه كامله وحتى شراكه في التضحيات وتقديم الدماء المشتركه في مواجهه الارهاب يعطي هذه الزياره اكثر من معنى هذا المعنى اكيد المتاصل منذ دخول اصلا القوات الامريكيه على العراق في 2003 وازداد بعدها في فتره انتشار المجموعات الارهابيه في العراق ثم في العراق والشام يبقي الحالة حاضرة تماماً، لكنه أبداً لا يمنع العمل الاقتصادي. نعم. فما بين البلدين علاقات يعني الحديث عنها يحتاج لشيء كثير وربما البساطة صحيح. والتبسيط فيه. اشد ما يعبر عنه نعم. حتى في الفتره التي كان فيها البلدان متخاصمين في م. فترات سابقه فتره ما قبل 2003 وحتى من يعني حركات الاخوان المسلمين في سوريا في نعم. سبعينيات القرن الماضي وثمانينيات القرن الماضي ودعم العراق انذاك نعم. لتلك المجموعات صح كان البلدان في حالة خصام وعداء حتى لكن كان بحقيقة الأمر والجوهر كلا البلدين ينتظر اللحظة التي يتجاوز فيها هذه العقدة م. والخلاف والعودة هي هي إلى هي مميزة التعاود. بين سوريا 2010. و وث... بين سوريا والعراق فكي... حتى على المستوى الشعبي يعني نعم. ونحن نعرف ذلك و... نعم. ونلحظ أيضا المحبة المتبادلة نعم. بين الشعبين ولكن يعني أريد أن أسأل يعني بالتحديد عن ال... عن يعني سوريا والعراق يتشاركان نعم. في الكثير من الأمور كما ذكرت أيضا يتشاركان حدود على طول نعم. 600 كيلومتر وبالتالي ما هي التهديدات والمخاطر الامنيه على طول هذه الحدود التي تم بحثها وهل يمكن ضبط مثل يعني هذه الحدود في مثل هذه الظروف؟ أنت جئت إلى جوهر ولب التحدي الحقيقي في هذه الفترة بالنسبة لسوريا والعراق ومحور المقاومة عموما. الولايات المتحده الامريكيه تريد قطع هذا الشريان، تريد قطع هذا الاتصال ما بين العراق وسوريا وامتدادا الى ايران بعدها من خلال تنشيط المجموعات المسلحه وما العمليات الاخيره التي حصلت سواء في الركبان او في التنف او في غيرها من المناطق، واعاده احياء المجموعات التي كانت قد خمدت يعني في السنوات الماضيه لم يكن احد يسمع عن مغاوير الثوره اي اسم الا انه شيء من الماضي، اما ان يعود الامر ويبدا الضخ الأموال ومحاولة تجنيد مواطنين في المنطقة مستغلين الضائقة المعيشية والتوجه اليوم يتم في مناطق الجزيرة التي هي شرق نهر الفرات عموما نحو أبناء العشائر العربية ومحاولة إدخالهم في تنظيم مشابه لدخولهم سابقا في تنظيم قسد وطرح فكرة الجيش العشائر الحر بإدارة أمريكية الغاية اخراج هذه المنطقه المثلث هذا المثلث من التنف والباديه بما يقطع شريان التواصل ما بين البلدين وبالتالي زياده تاثير العقوبات على سوريا من حيث الواقع قطعا العراق تلتزم بقرارات العقوبات اللي هي اجراءات احاديه نعم. ظالمه جدا خارج اي قانون كليا للأسف. شانها شان كل نعم. الدول التي تدرك ما للولايات المتحده يمكن أن من أن تلعب تاثير دولة. لكن على المستوى الشعبي م. هل يمكن ان تلعب العراق دورا يعني أدنى على شك المستوى أكيد. الاقتصادي بالتحديد لانه بدو... بالفعل يعني الازمه الاقتصاديه بسوريا واضحه تتفاقم على الرغم من الانفتاح العربي الطاقة. على سوريا للاسف لم تترجم بخطوات اقتصاديه نعم. انفتاح اقتصادي على الارض يلمس المواطن هذا له هذا له حديث اخر نعم, نعم. يلمس نعم. المواطن نعم. السوري اثر وبالتالي هل يمكن ان يكون نعم. العراق بالنسبة دور ل... بالنسبه بدون ادنى شك العراق قادر ان يكون له دور كبير جدا من خلال بنيه المجتمع الاهلي الموجوده والعلاقات الاجتماعيه وما يمكن ان يبنى عليه، بعيدا حتى عن الشكل الرسمي، وهذه تجربه خاضها السوريون والعراقيون في فترات سابقه في فتره حصار العراق وكانت سوريا ملتزمه وكانت قرارات دوليه قانونية وشرعية ضمن المنظمة الدولية ضمن الأمم المتحدة لكن في حالة الجوع التي تعرض لها شعبنا في العراق كشعب وحده كان المواطنون السوريون على مختلف اتجاهاتهم يقومون بعمليات تبادل تجاري سواء كانت من خلال المداخل الشرعيه او غيرها بخطوات واجراءات كثيره جدا يستطيعون فيها تجاوز كل العقوبات وكل المخاوف ويقدمون هذه المساعده وهذا ياتي في ظل النقطه التي تحدثت عنها انه خلال الشهر الماضي وخاصه بعد قمه جده كان هناك حاله تفاؤل في الشارع السوري او على مستوى الشارع العربي باكمله انه سيكون هناك تطور وتعاون على المستويات الاقتصاديه وحتى على المستوى السياسي، م. هذا الامر لم نلحظ له يعني تصريف عملي على الارض، تبقى العلاقات الثنائيه باعتقادي اليوم بالنسبه لسوريا هي العمل الأساسي الذي يتم التركيز عليه مع الحفاظ على علاقة طيبة على مستوى الجمعي العربي باعتبار أن هذه العلاقات الثنائية ما بين دمشق نعم. والعواصم العربية ستصب في النهاية في خانة المجموع وفي خانة التضامن العربي أملا نتمنى الا يخضع لضغوط امريكيه كما عرفناها سابقا وهي اليوم تمارس باشكال مختلفه وللاسف من نعم. بعض العواصم العربيه طيب اسمح لنا استاذ مصطفي ان نذهب الي جديد اليوم في اجواء ذكرى انتصار تموز نشر الاعلام الحربي للمقاومه الاسلاميه مشهديه بعنوان لا غالب لكم تحاكي عمليه اقتحام موقع اسرائيلي والسيطره عليه ثم تدميره بالكامل باستخدام مختلف انواع الاسلحه وبتكتيكات قتاليه احترافيه، نتابع معا مقتطفات من هذه المشهديه. ما, ما عجزت ولا شغل يا رسول الله اذا استاذ مصطفى 17 عاما على انتصار تموز، تابعنا هذا الفيديو معا، كيف تعلق على هذه المشهديه؟ هذا يعيدنا الى يعني حرب تموز والحاله من الفخر والاعتزاز التي عاشها الشارع الحر على مستوى العالم باكمله ليس على المستوى العربي والاسلامي انما حتى في امريكا اللاتينيه واسيا وافريقيا في 2006 كانت صور سماحه السيد حسن نصر الله ترتفع عاليه من تشيلي وكولومبيا وفنزويلا وصولا الى الفلبين ومروراً طبعاً بإفريقيا. هذا المشهد البسيط الذي يؤكد أن رجال حزب الله غالبون بدون أدنى شك يعترف به الصهاينه قبل غيرهم هي اصبحت مقوله محققه ويعترف بها القاده الصهاينه والشارع الصهيوني حتى المؤيد لاكثر الاحزاب تطرفا الاحزاب الصهيونيه تطرفا في الداخل الفلسطيني المحتل يدرك هذه الحقيقه ويعترف بها وهو واقع تحت تاثيرها واليوم حزب الله في هكذا أعمال هو يمارس هذه الحرب النفسية التي تؤثر في بنية الشارع المعادي م. على سبيل المثال يعني إذا خلال سبعة عشر عاما الماضية تم الكشف في كل سنة عن بعض من مواطن القوة التي أدار بها حزب الله تلك نعم. الحرب وحقق ذلك الانتصار الالهي نعم. كما وصفه سماحه السيد لانه اذا من حيث العدد نعم. والعده لا يمكن ان يقابل لكن اليه المواجهه والايمان والثبات لدى رجال حزب الله كان فيها هذه النتيجه فاليوم نعم. هي رساله ان الحرب التي تلوح نذرها بعض الايام يعني حتى بعض م. المحللين الصهاينة يقولون أن لا. الحرب مسألة وقت ما لا. بين العدو الصهيوني وحزب الله م. هذا يمثل الرد الحقيقي أن لا إمكانية لهم في صحيح. الغلبة وهم سيهزمون بالتأكيد. ابقوا معنا أستاذ مصطفى المقداد ابقوا معنا مشاهدينا نتابع بالحبر الجديد ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد ننتقل إلى جولة على أبرز موضوعات وقضايا الميادين بلغاتها المتعددة طبعا البداية من الميادين باللغة العربية ونتابع هذا المقال لعلي ظافر تحت عنوان أسباب الانهيار الاقتصادي ومآلات الغضب الشعبي في عدن وتتابعون في الميادين أيضا تفاصيل المقابلة التي أجرتها قناة الميادين مع الصحفية البلغارية ديليانا غايتن زيفيا التي أدرجت الاستخبارات الأوكرانية اسمها في قائمة المطلوب تصفيتهم وعبر فيديو أونلاين نتابع نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هيرتسوغ طبعا الفيديو يتحدث عن الرئيس الإسرائيلي الذي من المتوقع أن يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأسبوع المقبل وإلى الميادين باللغة الإنجليزية حيث نطالع في صفحات المقالة هذا المقال الكاتب الصيني دينغ هينغ بعنوان بصمة النيتو في آسيا والمحيط الهادئ لعبة خطيرة وأيضا من ضمن باقة الكتاب الغنية في الميادين باللغة الإنجليزية وتحديدا في صفحة الرأي هذا المقال للكاتب البريطاني روبرت إنلاكش بعنوان انتصار لبنان في عام 2006 قضى على قدرة الردع الإسرائيلية وأدى إلى مقاومة اليوم وتحت عنوان السلطات الفرنسية تحظر الاحتجاجات على عنف الشرطة في باريس نتابع هذا الفيديو عبر الميادين باللغة الإنجليزية والآن إلى بعض أبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فقرة الميادين أونلاين اليوم تصحبنا في هذه الجولة زميلة إسراء الفرج مرحبا اسراء صباح الخير صباح الخير يا لك وللمشاهدين نبدا جولتنا يارا اليوم بالفيديو الذي عرضته المقاومه لا غالب لكم وبتفاعل الناس معه فيديو لا غالب لكم في الحقيقه يظهر موقع عسكري مسيطر عليه من قبل لواء جولاني وهو من اعتى النخب الصهيونيه في جيش الاحتلال مع هذا تمكن تمكنت المقاومه من الانتصار عليه في الحقيقه في 2006 اريد الاشاره يارا انه هذا الفيديو تم نشره بعد ما ادت ما ادى لواء جولاني مناوره عسكريه قبل فتره فجاء هذا الرد لانه في تلك المناوره كان لواء جولاني يواجه قوه الرضوان لمده لمده ساعات عده. مريم نشرت جزء من هذا الفيديو وجاءت صبا لتقول بضع بضع عشرات من مئة ألف مقاتل وهذا بعض من بأسهم فيما قال حساب آخر فيما وضع حساب اخر صوره لعماد مغنيه وهذه الصوره التقطت في الحقيقه من الفيديو وكتب بجانبها باللغه العبريه حيث يجب ان نكون كما كتب هايد استخدام توربيد البنغالور غير قاذف صحيح مش فكرة جديدة وتم استخدامها باقتحام المواقع اثناء فترة الاحتلال هالمقذوف والحبل المتفجر المربوط فيه قادر علي تفجير الالغام وخلق ممر امن للمشاة ممكن يوصل لخمسة عشر متر طولا في تفاعل الناس مع انتصار تموز يارا لم ينسوا عميد الاسره سمير القنطار الشهيد سمير القنطار حيث قام في الحقيقه قامت المقاومه بتحريره في 16 تموز 2008 فنشر العديد من الناس صوره صور سمير القنطار وكتب حسين عاد سمير القنطار من الاسر ليكمل مسيره الجهاد حتى الشهاده فيما نشر بقيه الناس الكثير من الناس عفوا فيديو يظهر فيه عوده لحظه عوده سمير القنطار ورفاقه من الاسر وايضا تسليم الجثامين للمقاومه قال حساب اخر باسم علي انه في ذكرى تحرير الاسرى بعد نصر تموز كان يوم مخلد في ذكرى اهل القضايا الكبرى سمير القنطار حمل هموم الشعب الفلسطيني وناضل وكافح لأجل رفعة وعلو القضية الفلسطينية وشعبها في مقالة سلمى الذكرى المزدوجة لعملية الرضوان وتحرير سمير القنطار ورفاقه عام 2008 وذكرى صواريخ حزب الله التي وصلت حيفا وما بعد حيفا في 2006 نعرض هنا يارا أيضا فيديو مؤلم في الحقيقة لأم كانت تحاول إنقاذ أطفالها حينما وقع سقف المنزل وهذا الفيديو فيديو متداول في كمبوديا وكاميرا المراقبة التقطت لحظة سقوط سقف أحد البيوت قبل هروب الأم وصغارها لكنها نست أحد أطفالها ثم عادت وسحبته في اللحظة الأخيرة. جاء في الحقيقة حديث الناس من بينهم أحلام وقالت قلب الأم غير فيما قالت وفاء ما يسويها المجازفة إلا الأم وجاءها الرد من مايسترو المالكي أجزم لو كان الأب مكان هذه الأم لفعل نفس الشيء وأكثر واتفقت وفاء في الحقيقة مع مايسترو المالكي وقالت أيلول الام عشان طفلها تسوي اكثر من كذا مررت بموقف مشابه ولا اعلم الشجاعه اللي جتني وقتها وكيف جتني هذا كان كل ما لدينا يارا شكرا لك بالفعل اسراء شكرا على هذه الجوله وبالفعل يعني الاب والام يفعلان المستحيل لاجل اطفالهما ويعني هي لحظه فارقه بالتاكيد في حياه هذه الام لانه لو لا سمح الله حصل مكروه للولد لن تسامح نفسها طيله حياتها، شكرا جزيلا لك اسراء، شكرا لك استاذ مصطفى المقداد الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا شكرا. من العاصمه السوريه دمشق، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، بالحبر الجديد انتهى لهذا اليوم، الى اللقاء.